السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله منا الصيام. فيه سؤال هو فيه استغراب شيئا ما، لكن نريد بإذن الله عز وجل أن نجيب عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم الخير. هناك شاب يقول: أنا عمري 14 سنة، مدمن على العادة السرية وأمارسها في الليل، يعني في رمضان، هل صيامي مقبول؟ وهل تسبب العادة السرية تشوهات في الوجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خير الخلق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم حياك الله، بني الكريم حياك الله، ونسأل الله لك السداد والرشاد، ونذكرك بأننا في شهر رمضان الفضيل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وأن يعيده علينا وعليك الصيام أعواما عديدة وسنوات مديدة في طاعته، وأن يجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله. وأرجو أن يعلم هذا الأخ الكريم وكل مسلم أن رمضان وقت فاضل في ليله ونهاره، وأن عبادة الله لا تعرف المواسم، فرب رمضان هو رب شعبان. ويخطئ الإنسان حين يظن أنه ينبغي أن يطيع الله في النهار، فإذا جاء الليل يعصي الله تبارك وتعالى. والمسلم الذي ترك طعامه وشرابه لله دليل على أن عنده إرادة يستطيع بها أن يتخلى عن المعصية، لذلك قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويستطيع بإرادته أن يبتعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، فاستخدم هذه الإرادة التي تثبت بصومك وتركك للطعام والشراب، استفد من هذه الإرادة في تركك هذه المعصية التي لا يرضاها ربنا العظيم سبحانه وتعالى من عباده، لا في ليلهم ولا في نهارهم. واعلم أن الإنسان عندما يخلو مع هذه العادة السيئة يخلو من الناس جميعا، لكنه يعصي الله تبارك وتعالى، والله ناظر إليه، لكنه يعصي الله والله مطلع عليه، لكنه يعصي الله وهو يعيش في أرضه ويأكل من رزقه، وهو لا يستطيع أن يخرج عن ملكه. فاجتهد في إنقاذ نفسك أيها الأخ الكريم بترك هذه العادة السرية التي لها أضرار كبيرة جدا على صحة الإنسان وعلى شكل الإنسان وعلى حياة الإنسان وعلى علاقات الإنسان الاجتماعية وعلى مستقبل حياته الأسرية والزوجية، فإنها تسبب العقم والضعف الجنسي، وربما تكون بسبب مس أو سحر، نسأل الله السلامة والعافية. والأخطر من هذا هي أنها معصية تغضب الله تبارك وتعالى، وهذا هو المشكل، هذا هو المشكل، حينما تغضب الذي خلقك. الذي يفعل هذه المعصية يعلم بقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فهو معهم. وليته يعلم بقوله تعالى: ألا يعلم بأن الله يرى. وليته يعلم بقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويا ليته يعلم بقوله تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ويا ليته يعلم بقوله: إنه عليم بذات الصدور. ويا ليته يعلم بقوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فاجتهد أيها الأخ الكريم في تركها، وأنت كما قلت تركت الطعام والشراب لله تبارك وتعالى، وما من معصية إلا ولها أثار خطيرة على وجه الإنسان، كما قال ابن عباس: فإن للمعصية ظلمة في الوجه وضيقا في الصدور وبغضا في القلوب في قلوب الخلق وضيقا في الرزق. فإن الإنسان يحرم الرزق بالذنب يصيبه، لذلك اجتهد في ترك هذه المخالفة وابتعد عن كل ما يغضب ربك جل وعلا. واعلم أن الإنسان لا يقع في هذه المعصية إلا إذا خلى بنفسه، فاعلم أن الإنسان عندما يختلي بنفسه يكون الشيطان هو الثاني،
واعلم أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية البعيدة الشريدة، واعلم أن الشيطان من الإنسان أقرب وهو من الاثنين أبعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك للخير، وأن يبعد عنا وعنك الشر، ويتوب علينا وإياك. وأحبكم في الله، شارك هذا الفيديو ليتعم الفائدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.